تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في حصة اليوم من تكافل. علامات استفهام كثيرة حول مكافحة جائحة كورونا ومدى فعالية المطاعيم، بالإضافة إلى المعلومات المنتشرة هذه الأيام التي تلمح لانتهاء الجائحة وأخرى تشير إلى إمكانية التعايش معها. وعاد التساؤل من جديد حول هل يجب أن يكون اللقاح إجباريا أو اختياريا إلى الواجهة بقوة، وكذلك إصابة المتطعمين بعد اللقاح بمتحورات كورونا بات يشكل أزمة ثقة في جدوى اللقاحات لمواجهة الجائحة. ومع تعدد أشكال الأعراض لمتلازمة ما بعد كورونا المسببة للوفاة، هل رصدت منظمة الصحة العالمية إحصائيات لمخاطر ما بعد الإصابة وطرق العلاج منها؟ هل ستنتهي الجائحة بمتحور أوميكرون بعد انخفاض شدة وحدة أعراضه بالمقارنة بالمتحورات السابقة؟ هل يوجد متحورات مختلطة بين أوميكرون ودلتا وألفا وبيتا قد تصيب الأشخاص؟ هل يتجه العالم بأسره نحو مناعة القطيع؟ وأسئلة أخرى ستكون محور نقاشنا، فأهلا وسهلا بكم جميعا. قبل أن أبدأ حواري مع الضيوف الأعزاء، دعونا نبدأ مشاهدين بهذه الكلمة للدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. هناك في ارتفاع في أعداد الإصابات على مستوى العالم، والإقليم ليس باستثناء. كما ذكرت، هناك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بما نسبته 89% من الإصابات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. خرجنا بالكثير من التوصيات على سبيل المثال في منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء من أجل تقوية النظم الصحية من مختلف الجوانب، سواء من حيث الدعم المالي، من حيث الدعم الفني والتقني، من حيث عدالة توزيع الاحتياجات الصحية ومن ضمنها اللقاحات، وتقوية المقدرات الفنية والمهارات للعاملين الصحيين وحمايتهم. التحور صفة أساسية من الفيروسات، وخصوصا إذا زاد الانتشار بين الأفراد والأشخاص. علينا الاستمرار في الالتزام بإجراءات الوقاية المعروفة، علينا كدول وأنظمة صحية نشر مظلة اللقاحات. انتشرت الكثير من البيانات والتصريحات، سواء بفيديوهات أو أشياء مكتوبة، عن الجائحة بشكل عام، عن التلقيح، وخصوصا عن هذا المتحور. وللأسف يعني هذه معظمها غير دقيقة، غير صحيحة، لا تقوم على دليل وبرهان. نصيحتي علينا الرجوع إلى الجهات المختصة والسلطات الصحية المختصة في الدولة نفسها، أو الوصول والدخول في المنصات العالمية المعروفة، على سبيل المثال منصات المعلومات لمنظمة الصحة العالمية المتاحة بكل يسر وسهولة، سواء في الفيسبوك ولا في التويتر أو في الواتساب، من أجل الحصول على المعلومة الدقيقة وعدم نشر هذه المعلومات التي تصل إلينا، لأنها فعلا تسبب الذعر والخوف والقلق والهلع بين الناس. إذن كما ذكرنا ضيوفنا ومشاهدينا الأعزاء، هناك العديد من الأسئلة التي نتمنى أن يكون لها إجابات شافية بإذن الله. معنا اليوم من بريطانيا، من لندن، الدكتور إبراهيم حمامي. أهلا وسهلا بك سيد الكريم، شكرا جزيلا لوجودك معنا. دكتور إبراهيم هو طبيب وأيضا ناشط سياسي، واليوم سنتحدث عن الشق الصحي معه. وأيضا معنا من تونس الدكتور أحمد ذياب، أستاذ الطب واختصاصي الأنثروبولوجيا البشرية من تونس. تحياتنا لك دكتور أحمد، شكرا لوجودك معنا اليوم. وأبدأ مع الدكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم يا مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا اليوم، شكرا لقبولك الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أخت وجدان وللدكتور أحمد دياب ولكل المشاهدين الكرام. شكرا. يعني حقيقة الموضوع مهم، والموضوع يأخذ حيز كبير من تفكير وهموم ليس منطقتنا العربية فقط ولكن العالم بأجمعه، خاصة بعد التغييرات الأخيرة التي حدثت. وبالتأكيد هو موضوع يجب أخذ من جميع جوانبه، والرد على كل ما يثار من ربما أسئلة مشروعة وأيضا بعض المغالطات الصحية والطبية والعلمية التي لا أساس لها من الصحة. فعلا، وهذا هدفنا دكتور إبراهيم. ودعنا نبدأ من بريطانيا اللي تسجل أكبر نسبة إصابات مع هذا المتحور الجديد أوميكرون. ما هو الجديد برأيك؟ الناس أصبحت في حالة من الشك يعني، وهناك يثار جدل كبير فيما يخص اللقاحات. يعني هناك من أخذ الجرعة الأولى والثانية
المعززة الثالثة وأصيب مرة أخرى، ما الذي يجري باعتقادك؟ يعني أود أن توضح لنا طبيعة ما يجري حقيقة، وهل بالفعل أصبحت هذه اللقاحات التي أخذها الناس غير كافية لحمايتهم من الإصابة بأي متحورات جديدة؟ أختي الفاضلة، يعني حقيقة منذ اليوم الأول لطرح هذه اللقاحات، وكان الأمر بغاية الوضوح أن هذه اللقاحات لا تمنع الإصابة بالمرض. يعني لا، اللي بيأخذ اللقاح سواء جرعة أو اثنين أو المعززة الثالثة، هذا لا يمنع من الإصابة بالمرض، ولكن يخفف من قوة هذا المرض وحدة هذا المرض عند الإصابة من حيث الأعراض، ويقلل من نسبة الدخول المستشفيات ومن نسبة الوفيات. نعم، نحن نؤمن أن الأعمار بيد الله، ولكن نتحدث من الناحية الطبية العلمية البحتة. وبالتالي هذه اللقاحات لا تمنع الإصابة بالمرض، ولكن تخفف من آثاره، وهذا الذي حدث تماما في متحور أوميكرون. ما حدث في الفترة الأخيرة أن جميع الذين أصيبوا، وأنا واحد منهم، كنت أخذ 3 تطعيمات وأصبت، والأعراض لم تستمر أكثر من عدة ساعات فقط، مع أنه الاختبار كان إيجابي. وجدنا أنه في الفترة الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة، عدد الإصابات وصل إلى أرقام قياسية غير مسبوقة. في الولايات المتحدة سجلوا 1 مليون إصابة في اليوم وأكثر، في بريطانيا وفرنسا قرابة 250,000 في اليوم وأكثر، لكن عدد الدخول، عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات، عدد الوفيات لم يزيد بنفس نسبة الزيادة في عدد الإصابات. أي أنها إصابات أعراضها خفيفة، لا تؤدي لدخول المستشفى، لا تؤدي لزيادة في الوفيات. وهذه هي فكرة اللقاحات. اللقاحات ليست سحر، لا تمنع المرض. وهذا بالمناسبة ليس أمرا حصريا للقاح الخاص بكوفيد 19 أو كوفيد 19. لقاحات كثيرة موجودة في السوق، ونستعملها وكنا نستخدمها عشرات السنوات، ولم أحد ولا يوجد أحد شكك فيها. لقاح السل، البي سي جي، لقاحات ضد الحصبة، ضد النكاف، أبو كعب وغيرها، هذه لقاحات موجودة لا تمنع الإصابات، لكنها تقلل من إمكانية الإصابة، تقلل من أعراض وخطورة الإصابة، وأيضا تؤدي إلى مناعة جماعية، أو يسمونها مناعة القطيع، ما أحبش الكلمة هذه. لكن هذا الأمر حتى نصل إليه لابد من التعاون في شغلتين. أولا، الالتزام الشخصي بإجراءات التباعد، من استخدام الكمامة، من التباعد المسافات المتر ومترين، من غسل اليدين، وكل هذه الأمور، زائد أخذ اللقاحات. لو لم نكن هناك، لم نكن في 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 مرحلة اللقاحات، وجاءت هذه المتحورات دلتا قبل أوميكرون، لوجدنا أن عدد الإصابات كان يناسب طرديا عدد في دخول المستشفيات والوفيات. هذا الذي حدث الآن بسبب اللقاحات، وبسبب هذا المتحور الجديد الذي كان فيه أكثر من 30 طفرة بالمناسبة، ونفض يكون يعني شيء خارق للعادة. ولكن طبيعة الفيروسات كما ذكرتم في تقريركم، كما ذكر السيد مدير شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أن الفيروسات بطبيعتها تتحور، وهي تنتهي تلقائيا. والآن نتحدث في هذه المرحلة أنه ربما خلال أشهر، ربما أسابيع أيضا، يتحول من بانديميك، أي جائحة، إلى انديميك، أي أنه مرض مستوطن أو مرض محلي، زي أعراض الإنفلونزا وغيرها. نعم، وهذا يعتمد على وجود علاج أكيد له، أو على الأقل لقاح ثابت يعني، ويكون فعال، أليس كذلك دكتور؟ اللقاح طبعا ضروري جدا، ربما يصبح لقاح موسمي كل سنة. وأيضا وجود هناك علاجات الآن تم إقرارها من كذا دولة، في بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها، علاجات يعني مضادات للفيروسات تؤخذ لمن يصاب بهذا المرض، لو كان لديه أمراض أخرى، ولديه يعني مشاكل صحية غير الكوفيد 19. وبالتالي نحن الآن وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا بعد سنتين تقريبا من بداية الجائحة وأكثر، أنه الآن هناك لقاحات، هناك علاجات، وهناك تفهم أكثر لطبيعة هذا المرض، وهناك تفهم أكثر كيف نواجه هذا المرض، وإن شاء الله يعني تكون هذه السنة سنة خير بإذن الله يعني. نأمل ذلك. اسمح لي دكتور، أرجو أن تبقى معي، اسمح لي أذهب إلى تونس مع الدكتور أحمد الذياب. أهلا وسهلا بك من جديد سيدي الكريم. يعني هناك سؤال يتراود إلى الأذهان، لماذا تزداد أعداد الإصابات في الدول الأوروبية التي هي يعني من سارعت بإعطاء اللقاحات لشعوبها، بينما تنخفض الإصابات في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط على الرغم من قلة اللقاحات هناك؟ أتصور، وبعد التحية إليك وإلى الدكتور أحمد وإلى الدكتور إبراهيم، أن ما يحصل في أوروبا هو ناتج عن، وفي أمريكا طبعا ناتج عن، الطقس البارد، لأن الطقس البارد يؤسس ويساعد هذه الأنفلونزا. وما هي إلا أنفلونزا؟ أصبحت الإصابة بالأوميكرون هذا المتطور المتحور الجديد ب30 أو 40 طفرة جديدة، وبمثابة الفيروس الكوروني الضعيف، لكنه ينتشر بسرعة فائقة، ينتشر انتشار النار في الهشيم. وهذا الانتشار
هو دليل كذلك على أن الموضوع قد يمت بسيلة أن الانتشار قد يؤدي إلى مناعة القطيع. أنا أقبل هذا المصطلح، لأنه هو في الواقع متى أصيب كامل المجتمع فسوف تكون المناعة مجتمعية، والمناعة موجودة في كل منا، في كل فرد منا. وبالطبع أعلم أنك قد جمعت بعض الخلايا وبعض البروتينات المناعية، وأحمل بعض الخلايا والبروتينات المناعية التي تحميني وتحميك، تحميك مني وأحمي نفسي مما قد لا قدر الله يصيبك. إذا ما هو موجود في البلاد مثلا الأفريقية والعربية بصفة عامة هو مجرد أن المناخ يختلف كليا عما هو موجود بموجة البرد الأوروبية، لكن مع موجة البرد مثلا في شمال الجزائر وشمال تونس نجد أن الإصابات قد ازدادت بعدد كبير جدا، ناهيك أن في تونس اليوم توجد 8000 إصابة من إصابات الأوميكرون، وكذلك من إصابات الدلتا. وهناك عدد من المرضى الذين يؤمون المصحات والمستشفيات، أي أن الأمر قد يتفاقم في الأسبوعين المقبلين. نعم أستاذ، أرجو أن تبقى معي. أعود إلى دكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم، يعني أود أن تحدثنا قليلا عن أشكال الأعراض لمتلازمة ما بعد كورونا. يعني حسب ما نسمع من العالم تختلف الأعراض من شخص إلى شخص، أعراض الإصابة، وهناك أعراض أيضا متلازمة واللقاحات. يعني بعض الناس لم تناسبهم هذه اللقاحات وعانوا منها الأمرين، و هذه المعلومات التي تأتي من جرب اللقاح أثر بشكل كبير وأثار نوع من الخوف وأيضا مزيد من الرفض لأخذ اللقاحات عند البعض الآخر. أنت تعرف حضرتك في أكثر من دولة هناك ما زال من الناس من يرفض أخذ اللقاح، وتخرج مظاهرات لرفض اللقاحات وإجراءات كورونا والتطعيم واللقاح الإجباري وإلى ما هنالك. أود منك دكتور أن توضح للمشاهدين الأكارم طبيعة هذه الأعراض، كيف يمكن التغلب عليها حتى نتجنب الوقوع في مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة؟ نعم أختي الكريمة، سؤالك وأسئلتك مهمة جدا، لكن لو سمحتي لي في عجالة جديدة يعني فضل. شديدة أضيف على ما تفضل به الدكتور أحمد دياب، وهو شيء مهم لو الطقس أيضا. عدد الفحوصات، يعني في الدول الغربية هناك الفحوصات مجانية ويمكن الحصول عليها من كل مكان، ممكن يعني أي شخص يروح الآن للصيدلية يأخذ أسبوع كامل فحوصات، فحوصات منزلية وفحوصات البي سي آر وغيرها. فكلما زاد عدد الذين يفحصون للكورونا تزداد نسبة الإصابات. في الدول العربية للأسف لا توجد فحوصات عامة للناس بشكل كبير. لما نتحدث عن 200 ألف إصابة في اليوم في بريطانيا وأكثر، هذا معناها أنه الذين قاموا بالفحص ربما يزيد عن مليون يوم. فبالتالي هذا الذي نتحدث عنه، أنه أنا طبعا هناك كل ما زدنا الفحص بيزيد عدد الإصابات. أما بالنسبة لسؤال أختي الكريمة، يعني هذا معناه أنه الخافي كان أعظم في بلادنا لأنه الناس لا تفحص أصلا. بالتأكيد وفي هذا ناس كثيرة لا تعتبر بوجود، لا يعني ليست مقتنعة بوجود الوباء أصلا. وهذا اللي بدنا نحكي فيه. سؤالك شقين، السؤال اللي تفضلت فيه، اول سؤال اللي هو تاثير المرض الطويل الامد، الاعراض طويله الامد، وايضا تاثير اللقاحات وما يقوله البعض بانها سببت له مشاكل. بالنسبه للاعراض طويله الامد، لا احد يعرف تحديدا ما الذي قد يكون ولمده كم المده الزمنيه. الان نحن لازلنا بالاول كنا مش عارفين طبيعه الفيروس، كيف يعمل، كيف يؤثر، شو اعراضه. اعراضه اصبحت كبيره جدا، ليست فقط السعال والحراره والرعشه والى اخره، ولكن هناك قائمه طويله، فقدان الشم وفقدان التذوق و الحلق والأذن والجلد، وكل هذه صارت قائمة طويلة. الآن بدأنا نفهم قليلا الأعراض طويلة الأمد لتستمر، يعني المتوسط الآن حسب آخر الدراسات تستمر حتى 6 أشهر، وقد تكون فقدان التذوق والشم، قد تكون الإرهاق الشديد، قد تكون سعال جاف متواصل، لكن هذه كلها تنتهي تقريبا خلال عدة أشهر ولا تستمر بشكل كبير جدا. لازلنا في مرحلة دراسة هذه الأعراض وكيف يمكن التعامل معها.
ولكن الشق الثاني من السؤال وهي اللقاحات. حقيقة اللقاحات في بداية التطعيم اللي بدأ هون في بريطانيا في شهر ديسمبر 2020 سجلت حالتين للحساسية، حساسية مفرطة لتنتين مريضتين كان عندهم حساسية في الأساس، ولم تسجل بعد ذلك أي حالات حساسية إلا ما لا يزيد عن عدد أصابع اليد، ما وصلوش 10 حتى. إحنا نتحدث عن أكثر من 55 مليون جرعة لقاح أعطيت في هذه البلاد، ولم تسجل أكثر من أقل من 10 أشخاص اللي صارت عندهم حساسية أصلا عندهم حساسية من قبل. أما أن اللقاح سبب أمراض معينة أو سبب مشاكل صحية معينة، حقيقة أنا ليس لدي دراية بهذا الأمر. لو عندك أي معلومات يعني يا ريت تتفضلي فيها أختي الكريمة وأحاول أن يعني أناقشها، لكن لم تسجل أنا على الأقل من خلال العمل اليومي والتعامل مع المرضى، اللقاحات لم تسبب أي مشاكل صحية للمرضى على الإطلاق. وكل ما يشاع أنه والله اللقاحات شي بقول لك فيها شرائح إلكترونية، شي بقول لك فيها كبد قرود ولحم خنزير وخلايا أجنة، وكل هذه الأمور غير صحيحة بالمطلق، علميا غير صحيحة بالمطلق. ولكن طبعا عندما الإنسان خلص يقنع نفسه أن هناك مشكلة في هذا اللقاح، يبدأ في البحث عن مبررات لعدم أخذ اللقاح. هناك وأعتقد عذرا على المقاطعة، هذا سببه ربما سيدي الكريم بأنه كثرة المعلومات التي نسمعها ونتابعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هي ليست كلها بالدقيقة. نعم، والأمر الآخر يعني خلال الفترة الماضية لم تشهد يعني في التاريخ كله نظرية مؤامرة، خلينا نحطها بين قوسين يعني، أو تشكيك في وجود المرض، في وجود اللقاح كما حدث مع الكورونا الكوفيد 19. يعني الناس اللي طلعت تشكي في هذا الأمر نكشت في ملفات قديمة وهي تتغاضى عن أمور علمية. الكورونا ليس أمر جديد، موجود من خمسينيات القرن الماضي، أعطي هذا الاسم في 1968، ليس جديدا. الإنفلونزا العادية اللي احنا بنتحدث عنها، المرض البرد الإنفلونزا، هي 7 أنواع، 3 منها بالكورونا قبل أن يكون في كوفيد 19، ولذلك أعطت كوفيد 19. فيروس كورونا موجود من زمان ويسبب أمراض، سبب السارس والماز والشغلات هذه، ثم سبب الكوفيد 19. فالقول بأنه والله مش جديد وأنه يعني يطلعوا لنا إياه ولا مصنع، هذا الكلام مردود عليه. وكل ما يطرح الآن في موضوع أصل المرض أو وجود المرض من عدم أو اللقاحات، حقيقة هي أمور ضعيفة جدا. الناس اللي مقتنعة بهذا الكلام لا تعطي أي أسباب واضحة، إلا مجرد الاستناد على بعض الكلام غير الموثق لا علميا ولا حتى منطقيا. نعم نعم، كلام مهم سيد الكريم. اسمح لي أذهب الآن إلى جنيف، معي من هناك دكتور عبد الحميد مهني رئيس قسم البحث العلمي في كلية الطب. أهلا وسهلا بك سيد الكريم، شكرا لوجودك معنا اليوم. إذن أسئلة أخلاقية تواجه العالم اليوم فيما يخص التعامل مع هذه الجائحة التي طال أمدها، أخبار مطمئنة نوعا ما، هناك علاجات جديدة، لقاحات جديدة يتم العمل عليها الآن من أجل السيطرة على هذا الوباء، وهناك من يقول أنه هذا الوباء يجب أن نتعايش معه، وبالتالي يصبح علاجه كما لو كنا نعالج الإنفلونزا الموسمية بأخذ لقاح مرة بالسنة. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، يعني نحن نتحدث عن ونتمنى أن تنتهي الجائحة بأقرب الأجال لما لها من تداعيات كثيرة، يعني اقتصادية واجتماعية وصحية على البشر، ولكن ماذا عن اللاجئين الفقراء حول العالم؟ يعني قبل قليل نشرنا فيديو للمدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، مدير الإقليمي الدكتور أحمد المنظري لشرق المتوسط، وتحدث بأنه المنظمة الآن تعمل على أن يكون اللقاح عادلا، هناك يجب أن تكون عدالة في التوزيع. هل وصلنا إلى عدالة التوزيع أم لا؟ السلام عليكم زلف اللون، وشكرا على الدعوة. أهلا بك. وتحياتي لضيوفك ولطاقم المغاربية ومتفرجين الكرماء لقناتكم الشريفة. مشكور. احنا كنا تحدثنا عدة مرات حتى في 2020 أنه توزيع اللقاح بصفة عادلة هذا مستبعد كثير. لماذا؟ لأن الدول الغربية اللي هي تملك ثروات طائلة وعندها إمكانيات، هي لم تمشي يعني في استراتيجية اللي على أقل تكون اللقاحات متوفرة وتلقح 70% من السكان المعمورة. ولهذا بدأت يعني الأمور
تصير في النحو، يعني شكون هو أي دولة اللي تخلي مواطنيها يتلقحوا. وظهر المشكل انه ظهر المتحورين والفيروسات معروفين يعني بظهور تاع المتحورين، وبالتالي هذا اخلط كل الاوراق واخلط يعني حتى استراتيجيه المنظمه العالميه للصحه اللي قالت انه لابد من لقاح حوالي 70% من المعموره، لكن لحد الان في الا 40% من المعموره اللي يعني كان عندهم استطاعوا. دكتور مهني، عذرا على المقاطعه، ولكن هل تعتقد ذلك هو السبب الرئيسي بالاطاله من امد الجائحه؟ بالطبع لو تكون عندك استراتيجيه وين تلقحي 70-80-90% تاع كل معموره، هذا ما يوفرش للفيروس. نعطيك مثل يعني بسيط، انا ملقح لكن انا نحمل الفيروس، لكن الى انا نقول انا حميت نفسي، لكن الشخص اللي مقابلني ما عنده ماهوش ملقح، بالتالي الفيروس ينتشر وينقلوا الفيروس، بالتالي هو يصاب، وهو عندما يصاب انت تعرفي مليح انه الفيروسات يعني يتنقلوا. والمشكل اللي ظهر حاليا انه في بلدان يعني اللقاح لم يصل الى 40% من السكان الملقحين، بالتالي يظهروا لك متحورين، ومن بعد المتحورين حتى ما بني يعني في البلدان المتقدمه اللي خضعوا اللقاحات يعني بنسبه تاع 90% من السكان تاع الدول هذيك يعني تنهار، لانه هذا المتحورين باش يصبح متحور هو لازم انه يعني الجهاز المناعه غير قادر باش يحايده، ما عندوش استطاعه باش يحايده. وانت تعرفي انه اللقاح حاليا هو يعني في اقصى تصورات، يعني المضادات للاجسمه تبقى 6 اشهر. نعطيك مثل اخر، لو خذينا اللقاح تاع سينوفاك اجريت دراسه في تايلاند على 185 شخص يشتغلوا في المستشفيات، يعني ما لقحوهم بلقاح سينوفاك بعد شهر كانوا 60% اللي عندهم مضادات الأجسمة لهذا الفيروس، لكن بعد 3 أشهر صبحوا 12%. وانت تعرفي انه جهاز المناعة متكون من جهاز خلوي وجهاز يعني يشتغل بالمضادات الأجسمة، عندما هذا المضادات الأجسمة يعني تنخفض، بالتالي الجهاز المناعة يشغل الجهاز اللي يعتمد على التي والبي سيلز حتى يواجه هذا الفيروس، بالتالي يعني تصبح المهمة صعبة. والكون أن المضادات للأجسمة في مستوى يعني عالي، ولهذا يعطى الجرعة الثالثة بل الرابعة عند حاليا عند في دولة الصهاينة، بالتالي حتى باش المستوى تاع المضادات للأجسمة يرتفع، وبالتالي لأنه دكتور مهني عذرا مرة أخرى على المقاطعة، ولكن يقال بأنه من يتعرض للإصابة بكورونا هو بنفسه يكون لديه مناعة أكبر للحماية من أي متحورات جديدة، إذا لماذا يعني يطلب من الناس أخذ اللقاح إذا كان الإصابة هي بحد ذاتها تعطي هذه المناعة؟ لأنه هي تعتني باقتصاداتها، تعتني بالفئة يعني الضعيفة واللي متعرضة للإصابات الخطيرة، وهي تعتني بكل هذا الجوانب، وبالتالي هي تعطي الجرعات هذه الثالثة حتى باش تواجه هذا الموجات. انت ما زال انت تعرفي منيح انه هذا الجائحه هي ما زالت في جائحه، هي المرض غير والفيروس غير متوطن، بالتالي هو يعني هم يحاولوا انه الاقتصادات اللي لازم تكون مفتوحه والمنظومه الصحيه ما تكونش تحت ضغط، ما تكونش تحت ضغط، هما يقبلوا يعطوا جرعة اللي هي ما تكلفش يعني كثير ماليا
على اقتصاداتها، على المنظومة الصحية. وبالتالي يعني هذه استراتيجية، هذا اختيار السياسيين مع المستشارين العلميين في هذا الميدان. هذه هي اللي خلاتهم يعني ياخذوا هذا الاختيار. نعم، اسمح لي سيد الكريم أذهب إلى تونس مع الدكتور أحمد ذياب، وعذرا تأخرنا عليك سيد الكريم. إذن فيروس كورونا يبرز أوجه اللا مساواة حول العالم بالتعامل بين الدول الغنية والفقيرة، وبالتالي كما ذكر الدكتور مهني الأزمة ما زالت قائمة لأنه لا يوجد عدالة في توزيع اللقاحات على شعوب الأرض، وبالتالي هذا ما طال من أزمة كورونا التي لم تنتهي بعد، على الرغم من الأخبار السارة التي نسمع عنها إن كان من سويسرا أو موسكو أو يعني الكثير من المراكز البحثية تقول إنه واضح إنه مع متحور أوميكرون نحن مع نهاية هذه الجائحة. باعتقادك يعني إلى أي مدى ما يتم الحديث عنه عن عدالة توزيع الأدوية فعلا يستطيع أن يعني يكافح هذه الجائحة التي عانى منها الجميع؟ شكرا. أنا وشاطر ما قاله هو الدكتور مهني بحذافيره، إذ أن العالم يعيش اللا عدالة، لا وجود لعدل مطلق ولا وجود لعدالة خاصة بالنسبة لهذه الأزمة الكورونية. وإذا كنا عرفنا أن الكورونا موجودة من الستينات، فنحن نواجه وباء عالميا كونيا يصاب فيه البلد الغني ويصاب فيه البلد الفقير. لكني أريد كذلك أن أعرج على ما قاله هو الدكتور إبراهيم من أن نسبة التحاليل في البلاد العربية التي هي تتم بأعداد ضئيلة أو قليلة. توخينا في تونس مثلا ألا نقوم بالتحاليل إلا عند الضرورة. ما معنى عند الضرورة؟ عند المسافر الذي يضطر إلى القيام بتحليل قبل سفره أو عند حلوله بالبلد، ثم ثانيا وخاصة الذين يحملون أعراضا، الذين يحملون علامات تؤدي بهم إلى المشفى أو المصحة ليقوموا بهذه التحاليل. والصحيح أن في تونس مثلا نسبة التحاليل الإيجابية هي عنوان ازدياد إصابات الكورونا. كنا في بداية شهر ديسمبر 2021 بنسبة 2% من التحاليل الإيجابية، اليوم أصبحنا بنسبة 28%. لكن هناك مؤشر آخر وهو عدد الوفيات. عدد الوفيات كان بنسبة 2 يوميا، نحن الآن بنسبة 8 إلى 15 يوميا، أي أن هناك فعلا تحرك نحو ازدياد أعداد الإصابات. من يصاب بالكورونا؟ يصاب ذاك المريض أو الشخص الذي رفض القيام باللقاح. من يرفض اللقاح هو معرض أولا لإصابة كورونية سواء بالدلتا أو بالأوميكرون، ولكن الإصابة سوف تكون غير خفيفة. معنى ذلك أنه سوف يؤدي به المطاف إلى المشفى أو المصحة للعلاج، ثم إما لأخذ جرعات أكسجين أو إلى قسم العناية المكثفة. قسم العناية المكثفة معنى ذلك أنه يعرض نفسه لخطر الموت، وهذا متأكد. لكن الحال حاليا مثلا في تونس توجد جرعات كافية من هذه اللقاحات، لكن الرفض هو رفض ناتج عن جهل وناتج كذلك عن ما يصيب الشبكة العنكبوتية من أخبار زائفة. حبذا لو استمع المواطن بصفة عامة إلى برامج مثل التي نقوم بها في قناتكم الموقرة، ولكن المواطن معرض إلى الأكاذيب ومعرض إلى الأخبار الزائفة الفيك نيوز بوسائل التواصل الاجتماعي. وحتى بالنسبة لهذه الوسائل، وسائل الاتصال الاجتماعي، هناك شبه لا عدالة. نعرف مثلا في بلد مثل فرنسا الذي نتابعه ونتابع أخباره
أن هناك أستاذ في الطب معروف جدا وهو قدير، لكنه يعيش المؤامرة بكل ما أوتي من قوة. الأستاذ راولت يقول اليوم أن الإصابات الكورونية الخطيرة مصدرها اللقاح. حبذا لو كنا لم نلقح الشعب الفرنسي لكنا أنقذنا الشعب الفرنسي من الإصابات الخطيرة. هذا أستاذ في الطب، هذا أستاذ في الجرثوميات، هذا أستاذ في المناعة، لكنه يقول مثل هذا الكلام ناهيك أن المنطقة الجنوبية من فرنسا هي التي تحمل أقل نسبة من اللقاحات ومن التلقيح. ماذا لو كنا نعيش في جنوب فرنسا؟ أي أن الأخبار المتواترة هي توجد في البلاد الفقيرة لعدم وجود تلقيح وعدم تلقي التلقيح. ولكن لابد أن نعترف سيد الكريم بأن هناك فئة من الناس ترفض أصلا مسألة التلقيح وترفض فكرة أخذها. صحيح، 8 مليون من الشعب الفرنسي لم يلقح ويرفض ويتظاهر ويستقبل البوليس في الشارع ويتظاهر في حتى في البرلمان. هناك من يتكلم وخطابه كمن يدعو إلى عدم التلقيح أو الاستهتار بالتلقيح. أي أن هناك فئة لم يدخل في دماغها هذه المشكلة. صحيح، لابد أن أذكر أمرا علميا، وهو أننا لا نعلم مدى خطورة المتلازمة ما بعد اللقاح. نحن نعرف حاليا متلازمة ما بعد الكورونا، ولكننا لا نعلم مدى أهمية متلازمة ما بعد اللقاح. قد نكتشفه بعد سنوات. وأنا لا أتكلم عن مؤامرة ولكني أتكلم علميا. نحن لا نعرف حقا مدى ما قد يصيب بعض الملقحين، وهذه حقيقة. وهذا كلام يجعلنا نتساءل، وسؤال طرح بأنه هل ستغير لقاحات كورونا صفاتنا الوراثية؟ أنا لا أتصور أنه سوف يغير من صفاتنا الوراثية، لأن اللقاحات اللقاحات التي مصدرها الحمض الريبونيكليكي الرناء قد لا تغير، قد لا تصيب الحمض الدي أوكسي ريبونيكليكي الدناء، ولكني أتوجس من أمر آخر. قد يكون لأمر اللقاحات ربما أشياء ضئيلة أو متوسطة أو خطيرة للبعض منا، وهذا أمر طبيعي. هناك أمر كلام مهم سيد الكريم، أرجو أن تبقى معي. أذهب إلى الدكتور إبراهيم حمامي من بريطانيا من مانشستر. دكتور إبراهيم، يعني سؤالي لك، فعلا ما ذكره دكتور أحمد دياب فيما يخص اللقاحات ومتلازمة ما بعد اللقاحات من أعراض قد تكون جانبية، قد تكون مستدامة أو دائمية، هناك خشية لدى البعض من أنه يكون لها أعراض لا يحمد عقباها، قد تظهر ليس خلال أشهر ولكن خلال سنوات. رأيك بهذا الكلام؟ شوف أختي الكريمة، أول شيء لا يوجد شيء في هذه الدنيا يعني آمن 100%. حتى الدواء اللي بتاخذيه، حتى الأسبرين اللي بتاخذيها، الباراسيتامول، أي شيء بتاخذيه له أعراض جانبية والناس قد تتفاعل معه بشكل أو بآخر. لا يوجد شيء آمن 100%، هذه أولا. ثانيا، هناك فرق ما بين اللي بياخذ دواء بشكل مستمر لمدة سنوات وبعد سنوات 4 5 سنوات 10 سنوات يقول لك والله طلع بيعمل مشاكل في القلب ولا مشاكل في الكلاوي، فيجب أن نسحب هذا الدواء من السوق. اللقاحات هي فكرتها أنها تقوم بتحفيز جهاز المناعة في الجسم حتى يفرز مضادات معينة ضد فيروس ولا بكتيريا ولا غيرها. وبالتالي عندما يؤخذ هذا اللقاح بعد عدة أشهر إن لم تظهر هناك مشاكل وأعراض جانبية انتهى الأمر، لأن الخلايا الذاكرة موجودة والخلايا المناعية موجودة وانتهى الأمر. لا يعني أنا أخذت اللقاح بعد 6 شهور ما طلعش عندي شيء، مش حتى عندي شيء بعديها، لأنه ليس كالدواء يؤخذ بشكل مستمر ومتواصل لمدة أشهر وسنوات. أنت أخذتي، لو في مشكلة بتظهر في لحظتها أو خلال فترة قصيرة جدا. أما الحديث عن أمور اللقاح في فترة طويلة الأمد، وكما ذكر ضيفك الكريم الـ mRNA ليس يعني تقنية حديثة، هناك تجارب عليها من 12 سنة وأكثر، وتم يعني التعامل معها، وبالتالي لا تؤثر لا في خلايا الجسم
ولا في الخلايا الوراثيه ولا في الدي ان ايه ولا في اي من هذه الامور. هناك ناس تخاف او تخشى ان تتغير الصفات الوراثيه لها بعد اخذ اللقاح. كيف ستتغير اذا هو مش بيشتغلش على الصفات الوراثيه؟ هو ليس، انت مش عم تدخلي خلايا جذعيه او خلايا وراثيه عشان تغير خلايا وراثيه اخرى. هذا الامر غير موجود. الام ار اي هي تقنيه فقط حتى يدخل الجسم هذا اللقاح ويفعل خلايا الذاكره التي سيلز وغيرها لتفرز مضادات ضد هذا الفيروس وانتهى الامر. لا تعمل لا على الجينات الوراثيه تحت الانسان ولا على الدي ان اي ولا على اي شيء من هذه الامور. هذا الكلام يقوله البعض ولكن لا يوجد عليه اي دليل علمي. المشكله ان المطالب هؤلاء الناس، هل لديك دليل على ما تقول؟ ما في، هي بس بيرمي الكلام هذا في الهواء. وقد يكون كما ذكر الضيف الكريم الدكتور احمد دياب شخص يعني ضالع في مجاله ومعروف ومشهور وكله، لكن تشبع بنظريه المؤامره ويخرج بتصريح بدون اي فائده. وهذا الامر ليس بجديد بالمناسبه. هناك بروفيسور كبير جدا كان في احد الجامعات في بريطانيا، في جامعه جلاسكو في التسعينات من القرن الماضي، قال والله انه لقاح معين اللي هو اللقاح الثلاثي الام ام ار يسبب مرض التوحد، وخلص انتشرت الامور وثبتت بعدها مليون دراسه بعدها بتقول انه هذا اللقاح لا يسبب التوحد، وما زال بعض الناس لهذه اللحظه مصرين انه بسبب مرض التوحد لدى الاطفال لانه فلان قاله بدون اي دليل علمي. وبالتالي الانسان كما ذكرت سابقا عندما يتشبع براي معين يبحث عن اي مبررات لتقويه هذا الراي. لا يوجد اي دليل لا علمي ولا طبي ولا اخلاقي ولا ادبي ولا اي شيء يقول ان هناك تغيير في الجينات الوراثيه. لاخذ اللقاح اخذه بعد كم من شهر خلاص. نعم. انتهى اللقاح غير موجود. نعم. في الجسم، هناك خلايا ذاكره معينه، خلايا مقاومه معينه في الجسم لا علاقه لها باللقاح الاصلي اللي اخذه. معلومات مهمه جدا دكتور ابراهيم، ولكن دعني اسالك سؤال. هنا في بريطانيا وما فيما يخص بوريس جونسون الذي تعرض لسخرية كبيرة في الأيام القليلة الماضية، خصوصا فيما يتعلق عدم التزامه بقيود وإجراءات كورونا، بينما هو يطلب من العالم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وهو اعتذر حقيقة في هذا الموضوع، ولكن من الواضح أنه هناك من يطالب الآن باستقالته، وهذا أمر أيضا يجعل الكثير من الناس يشكون في صحة ما يصدر من قيادات في الدول. يعني أنا لا شك لدي أن أحد مشاكل نظرية المؤامرة المهجري في موضوع كورونا بالذات هو تصدر السياسيين للمشهد. يعني منذ البداية تصدر السياسيون لهذا المشهد، سواء كان بوريس جونسون ولا ترامب في أمريكا قبل أن يسقط في الانتخابات. هؤلاء زادوا الطين بلة، لأن هؤلاء قادة شعبويين يتحدثوا بشكل غير علمي في أغلب الأوقات. هناك نوع من النفاق ربما في التعامل كما حدث في هذه الفضيحة الأخيرة. الناس ما كانش قادر، يعني واحد يكون والده أو والدته يحتضروا ولا يستطيع أن يذهب لزيارتهم، وهم يقومون بحفلات وشرب وخمور وغيرها كل مساء جمعة خلال فترة الإغلاق. هذه مأساة كبرى أن هؤلاء السياسيين يفقدوا الثقة في ثقة المواطن في كل شيء. لكن مع ذلك نكرر أننا نتحدث، لا نتحدث عن تصريحات سياسية ومواقف سياسيين، بل كنا نعارض الكثير من هذه المواقف، خاصة مواقف ترامب في موضوع اشرب الكلور وما تاخذش اللقاح وغيرها. طلع ترامب من كم أسبوع أمام المؤيدين قالوا لهم أنا أخذت الجرعة المعززة الثالثة لكورونا، فاضطر الجمهور اللي كان مأيده فيما يقول أن يقوم بالتصويت يعني بالصراخ ضده يعني. وبالتالي الحديث هنا عن العلم، نتحدث عن العلم والطب ولا نتحدث عن مواقف السياسيين. مواقف السياسيين أسوأ ممكن، ليس فقط في موضوع الطب ولكن في كل موضوع. ولكن هم مفترض أن يكونوا قدوة لشعوبهم. هم يعني القيادات الشعبوية هذه ليست قدوة، بالعكس الناس الآن تعرف، ولذلك هناك سخرية كما تفضلتي. هناك الآن كشفوا هؤلاء السياسيين لأنهم يمارسوا النفاق السياسي في كل شيء، ليس في موضوع الطب فقط. لكن اللي بده يبحث عن مبرر لما يقول والله مش فلان قال، رئيس الوزراء قال وانتم تستندوا عليه، لم يستند احد على كلام بوريس جونسون ولا على كلام دونالد ترامب ولا غيرهم، استندنا على حقائق وابحاث ونشرات ودوريات وتحاليل علميه وطبيه مثبته، اما الطرف الاخر هو الذي يستند الى اقاويل لا اساس لها من الصحه، هنا المفارقه يعني. نعم، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الدكتور ابراهيم حمامي الطبيب المختص، كنت معنا من لندن، تحياتنا لك، شكرا على هذه المشاركه واكيد للحديث بقيه. واذهب الى الدكتور مهني في جنيف. دكتور مهني هل ما زلت معنا؟ اهلا وسهلا بك مجددا. شكرا. إذا نتحدث عن بعض الأسباب التي يعتبرها البعض قد تعزز من موقف الداعين إلى إلزامية اللقاح، بينما هناك من يعارض هذا اللقاح. باعتقادك لو أننا بالفعل نتجه نحو انتهاء هذا الوباء كما يرى بعض العلماء في مجال الطب والعلم، لماذا ما زلنا نناقش هذه
هذه المسألة وهذه الضجة الكبيرة تجاه من يود أن يأخذ اللقاح أو من يرفضه؟ لأنه فيه كثير نفاق من طرف السياسيين والأشخاص اللي يملكوا القرار، وما كانش يعني عمل اللهم إلا في بعض البلدان عمل يعني لتحفيز وتخلي الأشخاص يعني يقنعوا بأنه اللقاح هو الشيء الوحيد اللي قادر يساعدهم. وكان في المشكل أنه في وسائل التواصل الاجتماعي يعني كثير أنا نشوف فيه كثير من المرات يعني الناس ما عندهم لا علم لا دراية بالأمور يتكلموا على أشياء كما كنت تتكلمتي على الجينات، تحول الجينات، لأنه يعني اللقاح اللي مبني على الأمارناي. أنا أقول لك صراحة إن أنا في المخبر يعني عمري ما شفت يعني عندما تعملي في المخبر، وهذا أنا عملته مش كطبيب، ما عملتوش، أنا نعمل كباحث ثاني. يعني عندما تعملي البروتين داخل الخلايا، هذيك البروتين ما تفوتش 72 ساعة وتختفي، يعني تمشي وما تقدرش تمشي للجينات تاع الخلايا، غير ممكن حتى أو أردنا يعني غير ممكن. كاين تقنيات أخرى اللي تخليه باش يعني يندمج في الجينات تاع الخلايا الإنسانية، وبالتالي هذا هوراء يعني ما عنده أي أساس علمي أي أساس طبي. هل هناك يعني في أسئلة مشروعة كعوارض الجانبية وكذا؟ هذه أسئلة مشروعة، لكن في عندكم في بريطانيا وفي كثير من الدول يعني ينشروا كل العوارض الجانبية اللي ممكن تصاب عندما الشخص يعني يعمل اللقاح. ويعني أنا نشوف ثاني حتى لو يعني عندما يصرى أي شيء عند شخص يعني لقح يعني بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة يحاول يربطه باللقاح، من رغم أنه عدد الإصابات بنفس المرض مثلا ولا ما عنده أي علاقة، لكن نعم. الأشخاص تحاول دائما تربط مع وهذا يجرنا إلى السؤال في غاية الأهمية دكتور مهني، بأنه وكأن العالم نسي بقية الأمراض التي تعاني منها البشرية، يعني موضوع كورونا والإصابة بكورونا والخوف من الموت بسبب كورونا جعل العالم ينسى أن هناك أمراض أخرى يجب الاهتمام بها، وهي أمراض معدية وأمراض مزمنة إلى ما هنالك، أليس كذلك؟ نعم هذا مع الأسف هذا الشيء، يعني سرطانات يعني كأنها اختفت، والأمراض القلب كأنها اختفت، وعندما حتى تظهر يعطوا الأولوية لكل عمليات اللي لازم تجرى، يعني إلا كانت عمليات الاستعجالية، أما الباقي يعني ممكن يترجى ويستنى يعني بالنسبة لهم. هذا مشكل في حد ذاته، لأنه إدارة هذه الجائحة إدارة سياسية أكثرها سياسيين، العلماء والأطباء ربما يأخذوا آراءهم لكن القرار الأخير هو يرجع للسياسيين. وبالتالي إدارة يعني أنت شفتي حددت لي على ما جرى يعني من طرف السياسيين عندما ينافقوا، والنفاق عند السياسيين هم يعني أمر يعني عادي بالنسبة لهم، وهذا يخلي يعني الأمور غير متوازنة، لأنه ثاني فيه فئة يعني ما تحببش اللقاح، وبالتالي هي تجي تتظاهر وتقول لك أنا اللقاح. إلى أوكي، لا أنا ضد يعني جعل اللقاح إجباري، أنا صراحة ضد، لكن لازم نقنع الأشخاص، لكن الأشخاص لازمهم ثاني حتى هم يكونوا مسؤولين. لكن إلى كثير من الأشخاص اللي كانوا ضد اللقاحات، لكن عندما أصيبوا فيهم اللي بتوفى وفيهم اللي مشى للعيادات والغرف يعني الاستعجالية والغرف يعني الإنعاش وكذا،
اذا فيهم حتى بعض يقترح قال اوكي انتم ما بغيتوا تاخذوا اللقاح، لكن عندما تصابوا بالمرض احنا لازم انتم تدفعوا الفاتورة العلاج وليس ما تقومش على الاشخاص، لانه هذا عملكم وتحملتم مسؤولياته، تحملوا المسؤوليه الى النهايه، وبالتالي انتم لازمكم تدفعوا الفاتورات لهذا الحالات. نعم. لانه ما حبيتوش يعني تستنطوا تستمعوا يعني للاخصائيين، بالتالي يعني هذا اجراء رضعي ممكن يعني انسان يقدر يستعمله، لكن فرض اللقاح يعني وجعله اجباري يعني حتى انه وصلت نو جاب نو جوب، يعني هذا انا شايف انه اللهم الا يعني كان في في نعم وكانه تهديد للارزاق سيد الكريم، وهذا هذه مساله مؤسفه حقيقه. وهنا لابد ان نتحدث عن المحكمه العليا الامريكيه، رفضت خطط للرئيس جو بايدن بالزاميه اللقاح في اماكن العمل استاذ دكتور احمد دياب، بينما هناك دول يعني بدات بهذه الاجراءات المشددة اللي هي تعتمد بشكل أساسي على إلزامية التلقيح، خاصة عندما يدخل الموظف إلى مؤسسته أو الطالب إلى جامعته أو إلى أسواق مركزية. كيف ترى هذا الموضوع؟ صحيح أنه مثلا في تونس ابتداء من 22 من الشهر الماضي ديسمبر كان الأمر إجباريا أن نشاهد أو أن تستظهر ببطاقة التلقيح وشهادة التلقيح حتى تدخل مغازة عامة وحتى تدخل إدارة عامة، لكن الأمر لم يطبق. وأريد أن أعود فقط إلى ما قاله بأهمية ما قاله الدكتور مهني حول النفاق السياسي. أريد أن نتكلم عن نفاق آخر وهو نفاق اللجان العلمية نفسها. نحن عندما نشاهد أن أعضاء اللجنة العلمية في تونس مثلا لم نرهم يلقحون أنفسهم أو يطعمون بهذه اللقاحات، عندما نشاهد كذلك أن رجال السياسة لم نشاهدهم تلقي الجرعة الثانية أو الثالثة أو حتى الأولى، عندما نشاهد كذلك من يصنع لنا اللقاح لم نره بالصورة نشاهده وهو يتلقى الجرعة الأولى والثانية والثالثة للقاح ما. أنا أطرح هنا بعض الأسئلة، لما لم نشاهدهم، لما لا نشاهدهم وهم يتلقون هذه اللقاحات؟ إذن هناك فعلا نفاق علمي وسياسي وكذلك حتى من لدن المخابر. أعود إلى سؤالك وهو أن إجبارية الاستظهار بهذا بشهادة التلقيح، صحيح أن بعض البلدان تقدمت بهذا الموضوع، مثلا في إيطاليا وفرنسا لا يمكنك تخطي بعض الإدارات أو دخول بعض المدارس أو دخول بعض المستشفيات إلا مع الاستظهار بهذه الشهادة، لكن في نفس الوقت عندما تكون مصابا بمرض الكورونا أو بأعراض من الكورونا وأنت غير ملقح فالمشفى مجبر على استقبالك والأخذ بيدك والقيام بما يلزم لعلاجك، أي أن هناك كذلك بعض المشاكل المطروحة في الواقع. غير الملقح يدخل المشفى أو يدخل المصحة وهو غير ملقح وبالتالي يتلقى هذه العلاجات، ثم كذلك هذه المظاهرات التي تقام في بعض البلدان المتقدمة وبعض البلدان كذلك التي هي في طريق النمو، نجد فعلا هناك مظاهرات وهناك تواصل اجتماعي وتواصل مجمعي وتواصل ما بين الناس، وعدم تباعد مضر مخل بكل القواعد الصحية، وهو أمر لعمري يفاقم أمرنا ويفاقم ما نتعرض له من جراء هذا الوباء الكوني.
شكرا جزيلا لك سيدي الكريم دكتور أحمد ذياب الأستاذ الطب والأخصائي في الأنثروبولوجيا البشرية، كنت معنا من تونس، تحية لك وأكيد للحديث بقية. وانضم إلينا الآن الطبيب والباحث في كلية الطب في كارديف الدكتور محمد الحاج علي. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم، شكرا لوجودك معنا. تحدثنا كثيرا حول العديد من الأسئلة التي تقلق المشاهدين ويثيرها طبعا المشاهدين فيما يخص المتحورات الجديدة، متحورات كورونا وآخرها أوميكرون، ويقال أنه في سلالة جديدة أو متحور جديد هذه الأيام، الله يستر من القادم. يعني الانتشار كبير وسريع سيدي الكريم، ولكن في نفس الوقت أخبار مبشرة بأنه قد تنتهي الجائحة، أخبار أخرى تقول بأنه اللقاحات التي أخذها الناس قد تساهم في الحماية من المتحورات الجديدة. أود من حضرتك أن تعلمنا بأهم التطورات والمستجدات فيما يخص التعامل مع هذه الجائحة. تفضل سيدي. أسعد الله مسائك ومساء السادة المشاهدين. أود أن أقول بداية أن التعامل مع هذه الجائحة وكمية المعلومات الهائلة التي تأتي يوميا من كل مناطق العالم يحتاج دوما إلى التدقيق في هذه المعلومات، حتى يعني لا نقع في حيرة من أمرنا عندما تظهر كل سلالة جديدة مثلا، أو عند الحديث عن حملات التطعيمات واللقاحات. سلالة أوميكرون وهي أحدث السلالات ظهورا التي ظهرت في جنوب أفريقيا، هي سلالة سريعة الانتشار ذات فترة حضانة قصيرة جدا وأعراض سريرية أخف. هي تشبه كثيرا سلالات الإنفلونزا العادية أو نزلات البرد الموسمية من حيث إصاباتها الخفيفة وعدم إصابتها للطرق التنفسية السفلية. المشكلة التي حدثت مع السلالات الأولى من الكوفيد 19 كانت تتجلى بالإصابات التنفسية الشديدة التي تحتاج إلى القبول في العناية التنفسية المركزة، وتحتاج أيضا إلى الكثير من الرعاية والدعم، وكانت ترتبط بنسبة وفيات عالية. ولكن مع هذا، عذرا دكتور، هناك من يقول من الخبراء بأنه لا تستهينوا بأوميكرون. لو سمحتي أن أكمل هنا فكرتي، وهي أن السلالات عندما طرأ عليها الكثير من التحورات والطفرات وهي سنة عالم الفيروسات، هي ضعفت تدريجيا شيئا فشيئا. لازلنا نحذر من أوميكرون من ناحية، أن أوميكرون في فصل الشتاء وبهذا المسار الذي يسلكه تماما كنزلات البرد أو الإنفلونزا العادية، يسبب الضغط على المنظومة الصحية بشكل عام. لو أخذنا السنوات التي كانت قبل ظهور هذه الجائحة، موسميا في فصل الشتاء في المملكة المتحدة كانت تكتظ المستشفيات بالمرضى، أولئك المثبطين مناعيا، المتقدمين في السن، مرضى أيضا الأمراض المزمنة، كل أولئك عندما يتعرضون لنزلات الإنفلونزا الموسمية كانت تؤدي إلى قبولهم في المستشفيات. وبشكل مماثل لذلك أيضا أوميكرون ينبغي أن نتعامل معها على أنها سلالة سريعة الانتشار، فيروس سريع الانتشار، ممكن أن يصيب هذه الشرائح وممكن أن يؤدي إلى دخولها في المستشفيات ويرهق المنظومات الصحية. المنظومات الصحية عانت على مدى العامين من ضغط شديد، وبالتالي الآن مع أوميكرون التي نعتبرها بوابة الخروج من جائحة الكوفيد 19 وإن شاء الله بداية التحول من جائحة بانديميك إلى مرض مستوطن انديميك نستطيع أن نتعايش معه، ينبغي أن نتجاوز إن شاء الله فصل الشتاء بيسر وسلاسة. أود أن أذكر نقطة أساسية تتعلق بأوميكرون، أن حوالي ثلث المرضى لا يتظاهرون بأي أعراض سريرية على الإطلاق، بالتالي ممكن لهم أن يعدوا الآخرين ويساهموا بتسريع انتشار هذا الفيروس وبزيادة العدوى مقارنة مع السلالات الماضية. بالتالي الحذر واجب ومطلوب حتى نعم. نتجاوز هذه الفترة. نعم دكتور، سؤال مهم أيضا يطرح بخصوص ما تفضلت به بأنه سيصبح كورونا مستوطن وبالتالي نستطيع التعايش معه، ولكن لو صح ذلك لماذا إذن تقام الدنيا ولا تقعد اليوم؟ كل يوم هناك أخبار جديدة، إجراءات وقيود جديدة، التزام المنازل، العمل من المنزل، التباعد الاجتماعي، إغلاقات، منع السفر، كل هذه الأمور تربك الناس حقيقة.
يعني سي وجدان، كما ذكرت هنا ثلث المرضى أو ثلث المصابين بالسلالة الجديدة سلالة أوميكرون هم غير عرضيين، نعم. يعني أنهم لا يتظاهرون بأي أعراض سريرة على الإطلاق، بالتالي ممكن أن يعدوا الآخرين. فإذا كانت القيود مرفوعة بشكل كلي هنا، ممكن شخص يصاب بذلك وممكن أن يعدي أحد أفراد الأسرة أو أحد أفراد العائلة أو من هم على تماس مباشر معه، وهم ذوي مناعة أقل أو مثبطين مناعيا، وهذا يؤدي إلى إصابتهم وقبولهم في المستشفيات. وهنا دعني أتوقف سيد الكريم عند موضوع نقل العدوى. يقال أنه متحور أوميكرون ينتقل بالهواء ليس باللمس، وضح لي ذلك من فضلك. هو لا زال ينتقل بنفس الطريقة التقليدية، طريقة القطيرات الهوائية، ولكن خصائص الانتقال هنا أنه يعشق الطرق التنفسية العلوية، البلعوم والحلق والقصبات الهوائية، بينما في السلالات الماضية سلالة ألفا مثلا وسلالة بيتا كانت تذهب إلى الطرق التنفسية السفلية وكانت تؤدي إلى إصابات تنفسية شديدة. بالتالي طريقة الانتقال مماثلة جدا جدا لما نشاهده في الإنفلونزا العادية أو نزلات البرد الموسمية. اسمح لي سيدي الكريم، أرجو أن تبقى معي، عودة للدكتور مهني في جنيف. دكتور مهني، يعني الحمد لله أنه نسمع أخبار مطمئنة ونتمسك بها حقيقة، لأنه الأخبار السيئة هي الأكثر انتشارا هذه الأيام من حولنا مع الأسف الشديد. يعني رسالة نطمئن فيها مشاهدينا سيدي الكريم، كيف ترى الوضعية الآن؟ كما ذكر ضيفنا قبل قليل بأنه يعني هاي المتحورات مسألة طبيعية تحدث في الفيروسات، ولكن السؤال أنه هل بالفعل عندما ينخفض أو تنخفض قوة المتحور، هل بالفعل هذه دلالة واضحة على أن الأمور بخير وتتجه نحو الأفضل؟ دعيني أولا أذكر ضيفك أنه حتى في السلالة الأولى كان في حوالي ثلث يعني المصابين اللي هم ما عندهمش أعراض، وكل مع هذا كان يعني صحيح مع كل السلالات يعني بدون أعراض. وبالتالي يعني القول أنه هذا ليس خطير لأنه في الثلث فيه ناس يعني اللي عندهم حاملين الفيروس لكن ما عندهمش أعراض، هذا كان موجود منذ البداية مع هذا الفيروس. حاليا كاين فيه كثير من الأمور اللي تغيرت وأصبح الإنسان يعني يقدر يسيطر على هذا الفيروس يعني بصفة باللقاحات بالأدوية، حتى الشركة بيونتك مع واحد الشركة أخرى يعني يعطيك مسافة وقت يعني حوالي شهرين باش تحدي المتحور القادم إذا كان يعني هو جدير بالاهتمام. وهذا الشركة مع شركة بيونتك عملت برنامج حتى باش تشوف يعني على البروتين سبايك هذا عن ما تكون الطفرات الجينيه هي تخليك. وعلى الذكر هي كانت قالت انه اوميكرون كان في 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 قائمه المتحورين اللي هما جديرين يعني بالاهتمام. يعني حاليا حتى بالتنبؤ بالبرامج الاصطناعية يعني الذكاء الاصطناعي هي قادرة تحدد المتحورين القادمين يعني اللي ممكن يعني يسببوا مشاكل، وبالتالي يعني تعطيك مدة شهرين، وهذه المدة يعني يستغلها الأشخاص يعني اللي عندهم أصحاب القرار باش يعني ياخذوا قرارات في المشكل هذا تاع الفيروس كورونا. اما الامور يعني اللي تطمن الاشخاص انه مش كيما نفس في الموجه الاولى، حاليا الموجات هذه
يعني هي عندها أقل وفيات، صحيح أنه فيه كثير من الإصابات، لكن هذه الإصابات الخطيرة هي أقل بكثير، لأنه يا إما أنه الأشخاص كانوا متعرضين يعني في السابق للإصابة، بالتالي أصيبوا بالفيروس وجهاز المناعة تاعهم يعني كان عنده قدرة باش يواجه هذا المتحور، أو لقحوا بالتالي الإصابات صبحوا أقل. أما القول أنه هذا المتحور اللي قال زميلي أنه يعني هو ينتقل لأنه موجود في بكثرة في الأنف وفي في القصبة، وبالتالي هو عندما الإنسان يتواصل مع الأشخاص وكذا من ممكن يعني ينقله. صحيح احنا نتجه إلى ربما إلى أكثر يعني تحكما في هذا الفيروس، لكن اختفاء كلية هذا لحد الآن ما فيش يعني مؤشرات اللي تدل أنه هذا الفيروس سوف يختفي أو يبقى متحورين. لو أنا نشتغل مع الفيروسات ومتحورين يعني دائما يكونوا موجودين، وهذه صفة من الفيروسات يعني. إذن سنتعايش معه. نعم هذا هو المرجح. نعم شكرا جزيلا. هو المرجح. شكرا سيدي الكريم، شكرا على هذه المشاركة. الدكتور عبد الحميد مهني رئيس قسم البحث في كلية الطب من جنيف، تحياتنا لك وأكيد للحديث بقية. شكرا جزيلا سيدي الكريم. وأذهب الآن إلى العاصمة الأردنية عمان، معي من هناك الدكتورة سوسن مبارك مديرة برنامج مكافحة العدوى. أهلا ومرحبا بك دكتورة سوسن. السلام عليكم أخت وجدان. أهلا بك وفي جميع مشاهدين قناة المغاربية. وعليكم أهلا. السلام أهلا بك. أهلا بك. يعني أيضا الأردن من الدول التي كمان ظهرت إجراءات اللقاحات فيها بشكل جيد في بعض المراحل اليوم، ومع الأخبار السارة بأنه الأمور سوف تتجه نحو الأفضل، سوف يكون هناك علاجات ولقاحات جديدة يعني تخفف على الناس المصابين من حدة هذا الوباء. سؤالي لك يعني، وكأنه العالم نسى اليوم كل الأمراض المعدية تحديدا، وركز كثيرا على كورونا، ألا يعتبر ذلك ظلم وعدم عدالة في مساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى هي سارية، هي مستوطنة بما فيها الأمراض الوبائية بمختلف أشكالها وأيضا السرطانات؟ صحيح، هو ظلم، إذ أن القرارات يعني في وضع الأوبئة، حينما تسيطر الأوبئة على المجتمعات تصبح مراكز الرعاية الصحية ومقدمو الرعاية الصحية هم يستجيبون للحالات الطارئة. وما الطارئ في 2020 و2021 و2022 إلا كوفيد 19 وأوميكرون حاليا. فكورونا هو المسيطر على الساحة على جميع مؤسسات الرعاية الصحية. فبالتالي نعم يوجد إجحاف بالمرضى الآخرين و من الأمراض المزمنة، مرضى السرطان، أيضا الحالات الوبائية والمعدية من الأمراض غير الكورونا. فلا توجد قرارات مثالية على الإطلاق في هذا الشأن. تستجيب دور الرعاية الصحية مباشرة إلى الحالة الطارئة والحالة المستجدة والمستحوذة على الساحة. نعم، فكورونا تستحوذ على جميع قطاعات الرعاية الصحية، وخاصة في ذروة انتشار الموجات التي تسجل كل فترة وأخرى. نعم. نحن الآن الكرة الأرضية قاطبة تواجه بأمريكا وأوروبا موجات عنيفة من انتشار فيروس كورونا بالسلالة الجديدة أوميكرون، وهي المسيطرة على الإصابات ضمن العالم الآن. رغم أنه يعني كما قال الزملاء سابقا في هذا البرنامج الكريم هو أقل خطورة من غيره من المتحورات ومن السلالات، إلا أنه أيضا يضع المؤسسات الرعاية الصحية تحت عبء بزياد الطلب للعناية للحالات التي يراد بها إدخال للمستشفيات. رغم أن كذلك
هذه السلالة المنتشرة حاليا من أوميكرون يتطلب عدد أقل مقارنة بالسلالات السابقة من ضمن الإصابات للدخول للمستشفيات. فإذا قارنا دلتا السابقة كان مثلا 6% من عدد الإصابات بالمتحور دلتا يحتاجون إلى إدخال المستشفيات، بينما أوميكرون حاليا قد تصل النسبة إلى 1. هل برأيك دكتورة سوسن هذا يعكس يعني عدم قوة هذا المتحور مقارنة بسابقاته، أم أنه العالم تعلم درس مهم منذ بدء الجائحة وبالتالي استفاد كثيرا من الدروس السابقة لذلك نجح إلى حد ما في احتواء هذا المتحور الجديد وبالتالي لم تتأثر المنظومة الصحية بشكل كبير؟ كلاهما يعني السببين اللي أوردتيهما أخت وجدان كلاهما. أولا أوميكرون إصاباته بالأعراض هي متوسطة إلى خفيفة، قلة من الحالات قد يعني تحتاج إلى المستشفيات، فبالتالي نعم وجود هذه السلالة سريعة الانتشار ولكن حدتها أقل من سابقاتها، وكذلك الأنظمة الصحية نحن يعني صار لنا سنتين وهلا بلشنا بالسنة الثالثة ونحن بنتعامل مع هذا الوباء، فبالتالي القطاعات الصحية الدول وضعت الخطط سابقا، تعلمت كيف تستجيب للحالات الطارئة، ساعدت بالإمدادات بالواقيات، وضعت الخطط، نعم أصبح لدينا خبرة في القطاعات الرعاية الصحية لكيفية التعامل مع الفيروس، وكذلك أسباب أخرى اللي هي وجود المطاعيم، وجود العلاجات، ومعرفة كمان المواطنين وعدم وجود الهلع كما حدث في السابق في الموجات. اسمحي لي دكتورة سوسن. نعم أرجو أن تبقى معي سيدتي. نعم أذهب إلى الدكتور محمد الحاج علي مرة أخرى. سيدي الكريم، عندما نتحدث عن النفاق السياسي كما حدث في بريطانيا، هناك من اعتبر ما حدث في بريطانيا خاصة مع بوريس جونسون عندما طلب من الجميع الالتزام بالتعليمات والإجراءات وقيود كورونا والتباعد الاجتماعي، بينما هو يحضر أو يعني لن يلتزم بهذه القيود إن صح التعبير في حفل كان موجود فيه، وبالتالي هناك انتقادات واسعة في بريطانيا إنه القدوة الذي يطلب من الناس الالتزام بالقيود هو لم يلتزم بها. تحدثنا مع الضيوف قالوا أنه هناك ليس فقط نفاق سياسي، هناك نفاق أيضا حتى على مستوى اللجان العلمية اللي من المفروض أن تنقذ البشرية من خلال الدراسات والأبحاث والتحاليل إلى ما هنالك حتى تنقذ هذه البشرية. حدثنا رأيك في هذا الموضوع لأنه هذا بحد ذاته أيضا يشكل عدم ثقة لدى المواطنين بخصوص الالتزام بهذه الإجراءات من عدمها، أو بخصوص أيضا أخذ اللقاح أو عدم أخذه. بالنسبة للتطعيمات واللقاحات فهي تخضع دائما في العديد من الدول إلى مراجعات من الهيئات الصحية المحلية، وهناك دائما هيئات مستقلة تعمل على ذلك، هي غير مرتبطة بالحكومة بشكل مباشر، وتحدث هنا عن معظم الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يجري التصويت على ذلك، يجري اتخاذ القرار المناسب من حيث التطعيمات، برامج التطعيمات، كيف ينبغي أن تسير تلك التطعيمات أيضا. فهذه العملية عملية لا نستطيع أن نتهمها بسهولة هنا أنها تخضع لمسألة نفاق مثلا، هناك محابات للجهات الحكومية، بل هي جهات مستقلة، وأتحدث هنا تحديدا عن الهيئة الناظمة للدواء في المملكة المتحدة MHRA، معروفة باستقلاليتها، معروفة بنزاهة الشخصيات العلمية وكفاءاتهم ومن يقوم عليها. كذلك الأمر بالنسبة لمركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية CDC، كذلك الأمر بالنسبة لإيما الهيئة الأوروبية للدواء European Medicines Agency. عندما نتحدث عن المسائل الحكومية أو عدم تقيد مسؤول حكومي بالتوصيات التي تصدر من
الوزارات المعنية بالشأن الصحي مثلا، فهذا كما قلت هنا ممكن أن يعني يأتي من حيث عدم تقيد القدوة بالتعليمات التي تصدر وعدم السير على ذلك. ولكن ممكن أن نجد أيضا أن رأس الدولة هنا في المملكة المتحدة وهو الملكة التي فقدت زوجها بعد يعني رحلة مشتركة طويلة معا، وكان أمر قاسي عليها عندما ذهبت إلى جنازة زوجها، فتقيدت تماما بأصول التباعد الاجتماعي، والكثير من الصور التقطت لها وهي تجلس على مقعدها وحيدة حزينة وليس هناك أفراد عائلة قريبين منها بشكل مباشر. يعني هي أيضا أعطت المثال المعاكس تماما من حيث تقيدها بالقواعد ومن حيث التزامها بها كونها القدوة في هذا البلد. بالتالي الأمر يعني هنا هذه المسألة هي مسألة شخصية بحتة، ترجع لأخلاق الشخص المسؤول، ترجع إلى كما نقول هنا التزامه ب يعني القواعد التي تسلي المجتمع وابتعاده عن ما يسمى النفاق بشكل عام وليس النفاق السياسي. وهنا يجب الحديث سيدي الكريم حول موضوع كيف نتعامل ونتعاطى مع الكم الهائل من الأخبار وصحة هذه الأخبار والأنباء التي تأتينا بشكل يومي ومكثف، هذه تقلق الناس حقيقة. تأخذ الأخبار دائما من المصادر الصحيحة لها. يعني أنا أنصح المواطنين في كل دول العالم دائما بالعودة إلى السلطات الصحية وما يعني يتم تقريره في هذا البلد أو ذاك. طبعا هناك أخبار على مستوى العالم تنتشر، العالم أصبح قرية صغيرة بوجود وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عندما نتحدث عن السياسات المحلية، التطعيمات، برامج التطعيمات، طريقة ذلك، ما يسن في هذه الدول، فلكل دولة طبعا خصوصيتها. فأنا أستطيع أن أعطي نصائح عامة هنا مثلا عن سلامة اللقاحات والمطاعيم عن هذا الفيروس، ولكن عندما يتم الحديث عن بلد مثلا، فزميلتي في الأردن هي الأقدر في الحديث عن الخصوصية الأردنية مثلا، وعن تفاصيل مثلا ما يتم هناك من حيث برامج التطعيمات أو التباعد الاجتماعي أو تطبيق العزل العام أو الجزئي. ينبغي العودة دائما إلى المصادر الصحية الرسمية في تلك الدول، الابتعاد عما ينتشر هنا وهناك من يعني نظرية المؤامرة ومن حيث قلب العالم كله ليكون مطعم والتعديل الجيني للبشر. يعني هذه قصص مكرورة ومعادة وليس هناك أي طائل وليس هناك أي فائدة من إعادة اجترار تلك القصص على وسائل التواصل الاجتماعي. كل زملائنا في كل دول العالم، أولئك الذين عملوا في المستشفيات في عز الجائحة، شاهدوا تماما كيف كانت السلالات الأولى قاتلة ومميتة. شاهدنا جميعا كيف أن المصابين بالكوفيد 19 كانوا يصابون إصابات التنفسية الشديدة. ولكن دكتور محمد عذرا دعنا نتوقف عند الوفيات، يعني أيضا مع هذا المتحور الجديد أوميكرون هناك وفيات أيضا. الوفيات لا تنقطع لأن هناك دائما شرائح عمرية مثلا أو شرائح مرضية أكثر هشاشة وأقل مناعة، وبالتالي إصابتها بأي إصابات فيروسية قد تكون شديدة بعض الشيء، قد تكون قاتلة وقد تكون مميتة لديها. ولكن الصورة العامة تغيرت كثيرا. في بداية الجائحة كان هناك دائما ارتباط واقتران وتوازي بين المنحنى الذي يسير بعدد الإصابات وذلك الذي يسير بعداد الوفيات والقبول في المستشفيات. الآن أصبحنا نشاهد افتراق بين المنحنيين، أحدهما يسير مثلا باتجاه زيادة الإصابات والآخر باستقرار أعداد الوفيات والقبول في المستشفيات. اسمح لي سيدي الكريم لن أطيل عليك، أعود بعجالة إلى الدكتورة سوسن مبارك من عمان. دكتورة سوسن، يعني إصابة المتطعمين بعد اللقاح بمتحورات كورونا بات يشكل أزمة ثقة فيما يخص جدوى هذه اللقاحات، وهنا نتساءل يعني بالنسبة لكم كيف تتابعون هذه المشكلة؟ الناس يقولون إن نحن أخذنا اللقاحات ولكن أصبنا مرة مجددا، وبالتالي هناك من يعتبر إنه لا داعي لها. نعم أخت وجدان، قد يصاب الإنسان
بعد أخذ المطعوم بإصابة حقيقية بالكوفيد. هذا وارد لأن المطاعيم عندما وجدت هي وجدت لحماية الإنسان من الإصابة والإصابة الشديدة، لكن لا تمنع الإصابة على المطلق. المطعوم لنعي كلنا وجميعا أن المطعوم هو يؤدي دوره في جهاز المناعة في جسم الإنسان ويعرف هذا الجسد على هذا الفيروس المستجد علينا جميعا، لكنه لن يمنع الإصابة الحقيقية بالفيروس، لكنه خفف كثيرا من حدة الإصابة ومن مضاعفاتها ومن الوفيات، وهذا شاهدناه عبر السنتين السابقتين كما ذكر زملائي سابقين أن من خلال المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية لقد لاحظنا هذا الفرق بين الأشخاص الذين تمت إصابتهم وكانوا قد حصلوا على المطعوم وبين الأشخاص للأسف الذين أصيبوا ولم يكونوا حاصلين على المطعوم. كانت نسبة الوفيات أعلى بكثير ضمن كبار السن الغير مطعمين على الإطلاق أو الفئات الأخرى كذلك من غير المطاعمين. فالمطاعيم هي جزء مهم كثير للبشرية، خلق لحماية البشرية من الأوبئة، وأؤكد على كلام الدكتور سابقا بأن المطاعيم هي من أهم وسائل الوقاية والحماية ضد هذا الوباء. وبالمطاعيم خلال المئة عام السابقة لم يتم استئصال بعض الأمراض الوبائية والمعدية والأوبئة إلا من خلال المطاعيم، فهي نعمة للبشرية وجود هذه المطاعيم التي تكافح في وجه الوباء. إذن لنعي أن المطعوم لا يمنع الإصابة، وكذلك الإصابة لا تمنع إعادة الإصابة في بعض الحالات، إذ بدأنا نشهد الآن إعادة تسجيل إصابات ضمن الكوادر وبعض المرضى ولو بأعداد بسيطة هم من المسجلين سابقا لديهم إصابات سابقة بكورونا، وهذا أدعى إلى أن المناعة يجب أن تجدد وأن نحافظ على مستوى من المناعة كما شاهدنا بفيروس الـ H1N1 بالـ 2009 و 2010 آنذاك انتشر هذا الوباء وشهدنا إصابات ولم يكن كذلك مطعوم موجود، لكن لاحقا تم إيجاد المطعوم وتم التعامل مع هذا الوباء. في السنوات اللاحقة صرنا نشهد إصابات خفيفة وقليلة بفيروس الـ H1N1 إلى أن انتهى وأصبح من الإنفلونزا الموسمية، ويغطى من ضمن مطاعيم الإنفلونزا الموسمية السنوية للناس والكوادر. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة مديرة برنامج مكافحة العدوى الدكتورة سوسن مبارك، كنت معنا من عمان، تحية لك. عودة للدكتور محمد الحاج علي. دكتور محمد، يعني بما أنه من يتعرض للإصابة بكورونا يصبح لديه مناعة ذاتية ضد أي متحور جديد، إذن يقول البعض ما فائدة أن نستمر في أخذ اللقاحات؟ يعني هناك من أخذ ثلاث جرعات الآن وفي دول بدأت بإعطاء الجرعة الرابعة. الفائدة من أخذ التطعيمات واللقاحات هي الحصول على مناعة قد تحمي وتقي من أي سلالات قد تكون شديدة، وهذه السلالات عند إصابتها لجسم الإنسان أو هذا الفيروس بسلالته مثلا التي قد تكون شديدة، فإن الأعراض السريرة تصبح أخف وكذلك نسبة الاستشفاء أقل ونسبة الوفية أقل، بالتالي هي توفر حماية ومناعة، وهذا الأمر ضروري هنا حتى نحصل على مناعة مجتمعية. على العلماء والباحثين دائما البحث عن يعني سبل الوقاية والحد من هذه الجائحة، ولكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ 100% طريقة سير هذه الجائحة نحو سلالات أشد
أو سلالات أقل شدة. بالتالي من أخذ التطعيمات عليهم أن يستكملوا برنامج تطعيماتهم ولقاحاتهم. أولئك المثبطين مناعيا بحاجة دائما لدعم جهازهم المناعي، كون أن المناعة لديهم غير مكتملة ولا يمكن التعويل عليها فقط. المتقدمين بالسن أيضا، كل أولئك ينبغي أن يأخذوا التطعيمات مع الجرعة المعززة التي تدعم وترفع من مستوى الأضداد في دم الإنسان بمقدار 5 حتى 10 أضعاف كما هو الحال في بعض التطعيمات. بالتالي نصيحتنا لأولئك الذين لم يستكملوا تطعيماتهم أن يستكملوها، لأولئك الذين تم نصحهم بأخذ الجرعة المعززة أن يقبلوا عليها أيضا، وأن لا يعولوا فقط على مناعة قد تكتسب من التعرض لهذا الفيروس، لأن المناعة كما ثبت من الموجات الأولى هي مناعة محدودة تستمر بضعة أشهر فقط ولا تحمي من تكرار الإصابة، وهذه الإصابة كما قلت قد تكون شديدة وقاتلة في بعض الفئات وبعض الشرائح. شكرا جزيلا لك دكتور محمد، وعذرا أطلنا عليك، يعني الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، ومن المهم أن نتابع ومشاهدينا إلى ما يقوله الخبراء، ونحييكم حقيقة على عملكم وجهودكم في هذا الصدد. تحية لك، وعذرا أطلنا عليك، وأنا أعرف أنه لديك التزامات أخرى. شكرا جزيلا، ونشكر الدكتور محمد الحاج علي الطبيب والباحث في كلية الطب كارديف، تحياتنا لك، وأكيد للحديث بقية. كما وأشكر مشاهدينا حسن المتابعة، أترككم مع باقي برامجنا، إلى اللقاء.